مشاهدينا اهلا بكم، لقاء جديد في مؤشر النيل. نتابع معا بالارقام والتحليل وضعية البورصة المصرية والسوق المصري. اليوم الخميس نهاية الاسبوع، البورصة المصرية مرت بلحظات صعود وهبوط طوال هذا الاسبوع على غير المتوقع، لكن بعض ايضا يرى انها عمليات طبيعية خاصة مع الانخفاض الذي اغلقت عليه، حيث تراجعت المؤشرات اليوم بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع. أغلق مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 على تراجع نسبته 1.13% ليغلق عند مستوى 16125.34 نقطة. انخفض كذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 823 نقطة. كذلك خسر مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا مع نسبته 0.65% لينهي تعاملات عند مستوى 2034.54 نقطة. الانخفاضات امتدت لمؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية الذي هبط بنسبة 1.34% لينهي تعاملات عند مستوى 16,205.69 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والأنشط وتصدر القائمة بنسبة 26.39%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 24.88%، وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 12.4%، بينما جاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 8.52%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 73.69% من إجمالي التعاملات، واتجه العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 6.71% من تعاملات السوق، بينما اتجه الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 19.16% من تعاملات السوق. اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 45.72%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 52.27% من إجمالي التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 10%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.19%، ثم سهم الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود بنسبة 6.9%، وحل رابعا جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 6.36%. عن الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 7.14%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6.33%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 5.52%، وحل رابعا سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.48%. هذا وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 898.5 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 1 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لوضعية البورصة المصرية وسوق المال معنا على الهواء مباشرة الأستاذ شريف حسين خبير أسواق المال. أهلا أستاذ شريف. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. منورنا. اسمح لنا أن نبتدي عملية التحليل والتوضيح بعد الاطلاع على هذا التقرير عن وضعية البورصة. تفضل. إلى التقرير. على تراجع جماعي أغلقت مؤشرات البورصة المصرية نهاية تداولات الخميس ختام تعاملات الأسبوع. التراجع جاء مدفوعا بعمليات بيع من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية في مقابل اتجاه شرائي للعرب والمصريين. تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية بتميل ناحية البيع أكثر من الشراء، وده اللي عمل ضغوط بيعية على السوق باستمرار، كما أن أحجام وقيمة التداول تعتبر متدنية نوعا ما. احنا بنوصل لغاية الساعة 2 الظهر يعني ما بنبقاش أكثر من 580 مليون، وده طبعا يعتبر حجم قليل جدا في أحجام وقيمة التداول. ممكن
يحصل ارتفاع في احجام وقيمه التداول لما يبتدي المؤسسات الماليه ترجع للشراء مره ثانيه، بس في حاله وجود محفزات. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه EGX30 بنسبه 1.13% لينهي التعاملات عند مستوى 16125.34 نقطه. كما تراجع مؤشر EGX70 بنحو نصف نقطة مئوية، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليار جنيه وسط تعاملات إجمالية تجاوزت مليار جنيه. في سبب مهم جدا كان المفروض أنه هو يتم طرحه في شهر 6، وهو الطروحات اللي كانت الحكومة قالت عليها لم يتم تنفيذ هذه الطروحات. كان معظم المستثمرين بيخرجوا من السوق المصري على أساس أن هم يستغلوا فرصة هذه الطروحات ويخشوا مرة أخرى. وفي ختام التعاملات تراجعت 90 سهما، بينما ارتفعت أسعار أسهم 41 سهما، بينما حافظت 43 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية على مدار الأسبوع تهوي بالمؤشرات الرئيسية وسط ترقب المستثمرين للطروحات الحكومية. من البورصة المصرية، محمود العزيز لبرنامج مؤشر النيل. اهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا ان احنا نبدا الحوار ونتساءل عن سر التراجعات اللي منيت بها البورصه هذا الاسبوع، وكان من المتوقع عند بعد رمضان ان يتم الارتفاع. هو حدث نسبيا، لكن عادت التراجعات مره اخرى. تفسيرك ايه يا استاذ شريف للموضوع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا الاول نتكلم عن المؤشر بصفه عامه واتجاه متوسط الاجل، وبعدين علشان نستنتج منه ايه اللي بيحصل في قصير الاجل. المؤشر في اتجاه صاعد ولا زال في اتجاه صاعد لحد ما وصل لحد 18500 تقريبا، 18400، وبعدين مر بموجه تصحيحيه متوسطه الاجل وصلته لحد كان متوقع ان هو يوصل لل 15500، تجلى على الاتجاه القصير الاجل في موجه هابطه وصلتنا لحد تقريبا 15800، ودوت تقريبا يعني كان قبل الدعوم بتاعه الاتجاه المتوسط الاجل. من هنا ابتدى يرتد، وصلنا تقريبا لحد 16600، وبعدين ريح شويه جه يرتد تاني معرفش يتخطاها، وصلنا تقريبا لحد 16450، واخد من الحته ديت اتجاه هابط او ابتدينا نهبط تاني. حتى الان هو ما نقدرش نقول ان الاتجاه متوسط الاجل كون قاع، لسه فيه مكون ضغوط بيعيه ابتدى، بس لكن وطئه البيع ابتدت تخف شويه، مما ينبئ ان احنا على مشارف ارتداد. الارتداد دوت هيجي امتى؟ احنا لسه بنمر بمرحله تجميع، مهم جدا ان احنا نحافظ على مستويات ال 15800 في المدى القصير، وان احنا نخترق ال 16600 والثبات اعلاها. من هنا هنبتدي نقول ان احنا كوننا قاع، ويبتدي الاتجاه يرجع تاني لمساره الصحيح، وتبقى الموجه التصحيحيه خلصت. الى ان يحدث هذا احنا ما بين اتجاهات الذبذبه اللي موجوده ديت بنشوف هبوطات، بنشوف الارتدادات اللي احنا مش قادرين نحط لها اتجاه صحيح ليها. ما نقدرش ندي لحد دلوقتي، ما نقدرش نقول ان الاتجاه تعافى، ما نقدرش نقول ابنوا مراكز واستمروا فيها الى ان الموجه التصحيحيه ديت تنتهي. تمام. عندنا في مشكلتين رئيسيتين موجودة دلوقتي. أولا احنا نقص السيولة عندنا أصبح واضح جدا، يعني احنا بعد ما كنا بننفذ فوق 2 مليار دلوقتي المتوسط بتاعنا ما بين 700-800 مليون في الجلسة، أقصى حاجة بنوصل لها مليار و200. ده أول مشكلة موجودة عندنا. ثانيا اتساع السوق عندنا او البريدز، مؤشرات اتساع السوق. احنا عندنا حضرتك لو بصيتي جلسة زي النهاردة في كام سهم صاعد وكام سهم هابط، هتلاقي ان الغالبيه كلها في الهبوط. لذلك كل اللي بيحصل دلوقتي هي عمليات مضاربه، اللي بيحصل بس بيبقى فيه نسبه وتناسب. قطعا ان مش كله هيصعد مره واحده، ولكن النسبه الغالبه هل هي صاعده ولا هابطه؟ هتلاقي النهارده تقريبا حوالي 40 سهم صاعد و80 سهم نازل. فاحنا هنا عندنا مشكله في في, في البريدز بتاع السوق. الى ان تنتهي هذه الموجات جني الارباح العنيفه او الموجه التصحيحيه العنيفه لمتوسطه الاجل، عشان كده اللي متاثر ان هو المضارب والمستثمر قصير الاجل. طبعا يعني احنا لو اتكلمنا على فكره، هو الاتجاه كان باين عليه الضعف من شهر 2، وابتدينا ننزل. احنا تقريبا بقى لنا دلوقتي حوالي 4 شهور بننزل، يعني بص من شهر 4، وفي ناس كتير بتتوقع ان على شهر 6 الاداء هينزل جدا ينخفض، وكان في توقعات بقى اكتر من رقم 15000 اللي وصلنا له، وكان في ناس بتقول هنوصل ل 12000.
حتى الان لا هو صعب ان احنا نوصل ل 12000 لان دي هتبقى وتيره صعبه جدا، لكن يعني لكن هو احنا لا يعني. يمنع لا يمنع ان احنا نوصل لحد ال 12000 ولا يزال الاتجاه صاعد، ولكن ده بالنسبه للمؤشر. ولكن حضرتك لو بصيتي على الاسهم على يعني كافه الاسهم اتجاهاتها عامله ازاي، في اسهم وصلت للمناطق اللي طلعت منها قبل قرار تحرير سعر الصرف، فدي دي هنا هو يعني التاثير هنا هيبقى صعب. ولكن خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان معظم الاسهم القياديه هي اصابها يعني مش عايز اقول اصابها الضعف، اصابها العجز، يعني تحس ان هي خدت رحله طويله جدا وما صححتش زي بقيه الاسهم. ده اللي عامل، احنا اتكلمنا في اكتر من حلقه قبل كده عن الاوزان النسبيه. ويلاحظ ان مع تغير او مع ضعف الاسهم ديت، ان في ان شاء الله اخر الشهر دوت مع حساب المؤشر الجديد هتخف الاوزان النسبيه تاني. فاحنا كان عندنا احنا في شهر يناير التجاري الدولي نزل من 40% تقريبا ل 30%، كان 39% نزل لحد 30% بالظبط تقريبا، نازل حوالي 10% في الوزن النسبي بتاعه في المؤشر. ده كان انديكيشن لحاجه كويسه. ما الترند اللي جاي عندنا ان شاء الله ممكن في خلال سنه من دلوقتي ان هنلاقي مشكله الاوزان النسبيه حلت نفسها بنفسها. فدي حاجه كويسه. طيب الموجه التصحيحيه دي من المفترض بيكون مداها قد ايه تقريبا؟ هل يمكن حسابه او النظر اليه بوقت زمني معين؟ طيب خلينا نبص للموضوع دوت من زاويه ثانيه. حضرتك احنا بنطلع بقالنا سنتين بالظبط، سنتين ونص، من مارس 2016 احنا ابتدينا ننزل تقريبا. في بدايه النزول العنيف كان في ابريل 2018، يعني تقريبا احنا واخدين سنتين وثلاث شهور. كان صعود متواصل، لذلك احنا كنا بنتكلم ان لازم المؤشر يصحح، لازم المؤشر يصحح. هو ما كانش بيصحح، كانت الاسهم كان في بعض الاسهم اللي كانت بتمر بموجات تصحيحيه، ولكن المؤشر نفسه ما صححش. لذلك احنا بنمر دلوقتي بالتصحيحه العنيفه ديت اللي خدت مدى زمني لحد ما كبير شويه، وخدت برضو يعني احنا نازلين حوالي تقريبا 3000 نقطه لحد دلوقتي، من عند ال 18400 وصلنا يعني القاع اللي اتكون كان عند ال 15800، يعني اراوند ال 3000 نقطه. ودي اول مره نشوفها من فتره كبيره. ودوت ناتج عن ان احنا خدنا فتره صعود كبيره، فلازم المؤشر يستريح. ده بغض النظر عن اللي بيحصل في الاسهم. لكن اللي بيحصل دلوقتي هي عمليات اكثرها هي مضاربيه، ما فيش يعني الاتجاه لازال احنا لازم نكون قاع، وياريت ان احنا نحافظ على 15800، لان لو كسرناها هيبقى عندنا هبوطات تانية طبعا يعني هتضر بالاسهم كلها. يعني تعالى ننتقل بقى ايه لبعض التصريحات كده اللي حصلت النهارده. وزير الماليه اعلن ان مصر حققت فائض اولي في ميزانيه العام المالي 2017-2018 اللي انتهت في 30 يونيو اللي لسه خلصان ده لاول مره من 15 سنه. الفائض الاولي ده نسبته 0.2% بقيمه 4 مليار جنيه. ده كان شيء متوقع نظرا للاجراءات الاصلاحيه اللي بنقوم بيها، منها رفع الدعم وما شابه كافه الاجراءات ديت. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه احنا هنستفيد منها ازاي؟ طيب انا هسال سؤال يسبق ده، معلش. مش اتفضلي. الناس عايز تفهم يعني ايه فائض اولي في موازنه، يعني في ميزانيه السنه الماليه اللي احنا دايما بنشتكي ان احنا دايما عندنا إيه؟ عجز. طيب خليني انا حابب ان انا الف حوالين الموضوع دوت. الناس مهما حققنا فائض، الناس يعني انا عايز اجيبها لك بطريقه شيك، يعني مثلا اقول لك انا حوشت مثلا النهارده مبلغ اكس، حضرتك استفدتي ايه؟ ولا حاجه. طيب يبقى اكس دوت لما انا مثلا اقول لحضرتك احنا بمبلغ اكس دوت احنا هنشتري عربيه، هنعمل بيه حاجه، يعني لا لو هيرجع لي خدمات بالظبط كده، بالظبط كده انا فاهم الحكومه. ولذلك احنا ده 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 يعتبر فائض لا يذكر، او لكن هو بدايه التحسن. فخلينا نقول ان احنا في مرحله زي اكيوميليشن، او ان احنا بنجمع يعني بنحسن من اوضاعنا، فهيبقى التراكمي. ولكن حتى الان لحضرتك سالت المواطن العادي، طبعا لازم يكون متضايق وهيقول ازاي يعني انا في انا ما حسيتش. لان المدى الزمني اللي بيحصل فيه حاجات دي لازم بياخد وقت طويل. متوقع ان السايكل الاقتصادي ديت تبان يعني ذروتها ما بين 2020 ل 2023. وده تكهن يعني وفقا للمعلومات المتاحه ووفقا للمعطيات الحكوميه كمان، وفقا للمعطيات اللي موجوده قدامنا. ولكن طبعا حضرتك ما تعرفيش الظروف ايه اللي ممكن يحصل، او اي مستجدات قد تكون في حاجات ممكن تسرع، قد تكون في يعني مثلا ارتفاع سعر البترول مؤخرا ادى ان يبقى في متوقع ان هو يبقى في صعود تاني، ده ممكن ياكل من المخصصات اللي هتبقى موجوده للمحروقات مثلا في الموازنه الجديده. فعشان كده حصل تحريك سعر الصرف مؤخرا.
مؤخرا يعني البترول لو حضرتك تابعتيه هو طالع تقريبا من عند 25 وصل قرب ال 80 بالظبط. فوضع طبيعي جدا مع الغاء سياسات وقد يعلو عندها في الفتره الجايه نتيجه السياسات اللي بتتبعها اوبك في الفتره الحاليه. يعني يعني هو مؤخرا في كام خبر كده هو متوقع ان هو يمشي فتره كده ما بين 60 و 80 ولكن هو كده خد اتجاه صاعد طبعا على الفتره يعني على السنوات السابقه كان نزل فيهم لحد كبير. يعني خلينا نقول تاريخيا هو نزل من 140 لحد تقريبا 25 في على مدار 3 سنين. ازمه البترول معروفه كانت 2014 2015 بسبب البترول الايراني ثم مؤخرا مع يعني نقول ان طبعا في تربطات سياسيه خلينا نقول ان السياسات تدخلت مش عايزين نذكر دول ولا اي حاجه. ده طبيعي في تعلقه السياسه بالاقتصاد بالظبط. ف رجع الامور لما كان عليها وفي بترول تم تخفيض اللي هو البترول الطفلي او الصخري انتاجه قل والمنطقه العربيه هترجع تاني تزودت الانتاج بتاعها حتى في اتفاقات ان هم كانوا عايزين يخفضوا الانتاج ولكن يعني بعض الدول قالت ان هي هتستمر في انتاجها. وكان في خبر من كام يوم ان الرئيس الامريكي طلب من العاهل السعودي ان هو يزود الانتاج علشان يغطي عجز الانتاج عنده. فمتوقع ان يعني خلينا نشوف الامور هتمشي خلينا ازاي خلينا نشوف ازاي خاصه بعض الدول يعني بتبقى ضد فكره انها تخفض الانتاج اللي عايزه تبيع عندها محتاجه يعني خلينا نشوف. نروح للبنك المركزي اللي اعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنهايه شهر يونيو بمقدار 120 مليون دولار امريكي ليصل الى 44 مليار و258 من الالف بيواصل بدا تحطيم ارقام قياسيه سابقه ومرتفعه للشهر ال 32. ايه الاثار المتوقعه لهذا الارتفاع على الاقتصاد بشكل عام؟ طيب هو طبعا ده يعتبر خبر ايجابي ان احنا الاحتياطي بتاعنا بيرتفع ده في حد ذاته شيء كويس ولكن برضو خلينا نسال احنا هنستفاد بالاحتياطي دوت ازاي؟ احنا حضرتك يعني اللي هو نظريه حضرتك لما بتحوشي بتعملي ايه بالفلوس؟ يعني حضرتك ممكن في واحد بي 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 بيحوش وبيعمل حاجة تنموية تروح تعمل له أرباح زيادة وفي واحد بيشيلها وخلاص وفي واحد بي يعني بيصرف وخلاص وفي واحد بيستنى معاه ديون يسددها. خلينا نقول ان الموضوع ده هو ضبابي جدا يعني احنا من يعني احنا من ساعه البنك المركزي ما كان بيسدد الودائع زي وديعه قطر او زي الودائع هو منتظم وليه سياسه معينه وواضح ان هو ماشي بنسق منظم ولكن الكلام دوت هو مش معلن بشكل صريح. احنا يعني احنا ما شفناش لحد دلوقتي اي يعني اي ديون متاخره هو مجدول ومسستم نفسه وبيسدد لكن الديتيلز بقى اللي ما بين السطور يعني هي يعاب ان حضرتك مهما كنت بتعملي حاجه كويسه لكن مش قايله التفاصيل ممكن تبقى مقلقه. حضرتك بتتكلم عن مدى الشفافيه والمصارحه مع الشعب بشكل عام ولا يعني ما بين الاقتصاديين من نفسهم اللي ما يعرفوش دي العمليه دي بتتم ازاي؟ في بعض ممكن يقول لك طيب يعني دي جدول تدين ووفاء بيه ده امر يعني ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي بالظبط ده شيء طبيعي لكن احنا ما بنقولش احنا ده اتسدد نتيجه ده هل ده مثلا يعني الارتفاع دوت هل ده ناتج عن عوائد قناه السويس؟ هل ده ناتج عن مشاريع ابتدت تشتغل؟ ده ناتج عن ايه؟ يعني ده يعني ما فيش حضرتك لو قريتي الخبر تاني الخبر كان موجود النهارده في النشرات فعلا هو بالظبط بس ايه تفاصيله؟ يعني حضرتك جبتي الزياده ديت بناء عن ايه؟ يعني حضرتك عملتي مشروع حضرتك يعني ده الفائض دوت او الزياده ديت نتجت عن ايه؟ هل ديت كانت عوائد مشروعات صناعات صادرات؟ كان في ايه بالظبط اللي ادى للارتفاع دوت؟ انا بتكلم في النقطه ديت ان هو حاجه كويسه ولكن ده ناتج هل ده ناتج عن استثمارات اجنبيه؟ ده ناتج عن ايه؟ بقى الحط في الاعتبار طبعا ان احنا في جزء استدانه المشاريع البروتوكولات المعموله مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمشاريع التنموية اللي احنا ملتزمين بيها بموجب الـ القروض اللي بناخدها فدي لحد هل ديت من عوائد الـ يعني من عوائد القروض ديت ما هو يعني دي هنا دي النقطه انا بتكلم فيها. الخبر بيطلع ان احنا عندنا زياده وده شيء ايجابي ده في حد ذاته ده يعني ولكن ده تفاصيله بس بتفاصيل ايه بحيث نبقى اكثر وعيا بايه اللي بيحصل اقتصاديا ومتواجبين مع التغييرات ده اللي احنا ما بنفهموش بالظبط. دي ما بتعلنش دي على مدار السنتين اللي فاتوا احنا عندنا اخبار ايجابيه ولكن التفاصيل بتاعتها ما بتبقاش معلن. احنا خدنا الشريحه الجديده من شرائح الصندوق
أو الدفعة الجديدة يعني، وكان هناك تقرير أيضا لصندوق النقد مسبق قبل هذا الأمر، والتقرير كان بيقول إن في أثر كبيرة اجتماعية ترتبت على هذا، على تطبيق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. رأي حضرتك إيه في هذا التقرير وفي رؤيته للوضعية الحالية للاقتصاد المصري والاجتماعية أيضا؟ بالضبط، خلينا نفرق ما بين الاقتصاد كاقتصاد والاجتماعيات أو الأمن الاجتماعي. نعم. إحنا في التراك الاقتصادي يتراءى أن إحنا إلى حد ما ماشيين بشكل كويس. ولكن الانعكاس دوت إزاي على الناس؟ إحنا دخلنا في إجراءات هي صعبة جدا. يعني موجة الغلاء اللي حصلت او تحريك الاسعار، حضرتك لما تيجي تكلمي المواطن البسيط في ان مثلا ان البنزين هيغلى وده اسعاره ايه، هو مش مدرك ان الاسعار بره ارتفعت. ولكن برضو خلينا نتكلم بناحية تانية، هل حضرتك الدخل زاد بنفس المقدار اللي احنا بنصرف بيه؟ ما زادش في 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 قطاعات كتيره. فهنا ديت مشكله، ديت منعكسه اجتماعيا على الناس. لحضرتك لو جيت دلوقتي بصيتي لاغلب الناس هتلاقي عندها شكوى. يعني ال الحجم واحد هتلاقيه بيشتكي مثلا بنسبه 8، سوري الحجم 10 هتلاقيه بيشتكي بنسبه 8، الحجم 100 هتلاقيه مثلا بيشتكي بنسبه 80. تمام، فدي حاجه عامه على الكل. طيب ده يعني ده لان الناس لسه ما لمستش. الفتره ديت بتفكرني ب كان في في الثمانينات والتسعينات كان في رئيس وزراء سابق الله يرحمه كان اسمه عاطف صدقي. لو حضرتك تفتكريه كان هو والرزاز، يعني حتى كانوا في الصحف هاري مصطفى حسين كان هاريهم. لو تفتكري حضرتك الكاريكاتيرات ديت، الراجل دوت كان سياساته التقشفيه ديت وكانت صعبه، وكان حتى كانوا بيقولوا على الدكتور الرزاز الله يرحمه نظريه نشاه الدمغه وتضخمها باين حاجه زي كده. يعني كانوا يعني كانت حاجه كوميكس كده، رجعتنا مسافه طويله. تمام، الفتره دي كانت صعبه برضو كده. ولكن لما جت حكومه السيد كمال الجنزوري بنديله الصحه، يعني في اواخر التسعينات لو حضرتك تفتكري حصل زهزهه او حصل يعني انفراجه بعدها. يخيل لي ان احنا تقريبا في نفس المرحله ديت بعد كل اللي احنا مرينا بيه من سوء. يعني حضرتك بتتنبا بانفراجه قريبه؟ لا، انفراجه قريبه امتى؟ خلينا احنا اتكلمنا من شويه ان محدش عارف تفاصيل. ولكن المرحله دي شبه المرحله ديت. يعني حضرتك مع اختلاف التفاصيل، مع اختلاف التفاصيل برضو، مع اختلاف يعني المسائل الظروف مختلفه شويه عن الثمانينات خالص. بالظبط، بس الظروف تقريبا شبه متقاربه. نتمنى يعني ده، نتمنى ده. يعني احنا طبعا نتمنى ان الخير يعم وان احنا نعبر المناطق. بس احنا بنحاول ان احنا نقرا الواقع بصوره واضحه ونخلي الناس على وعي باللي بيحصل بشكل حقيقي. الواقع يعني الواقع ان احنا اقتصاديا دلوقتي ماشيين على برنامج الى حد ما هو مدروس. تمام، الى حد ما هيوصلنا لنتيجه، وده اللي احنا بنتمناه وبنستحمل علشان. لكن طبعا ليه عيوب ان هو اغفل بعض الجوانب، زي طبعاً الجوانب الاجتماعيه. زي مثلا ان في طبقات مش هتقدر تستحمل. هل حضرتك واحنا هنتعامل معاها ازاي؟ ما قدمناش غير ان احنا نتعامل مع هذا البرنامج المدروس نوعا ما، فان احنا نتحمل مع القياده السياسيه. يؤخذ عليه برضو ان هو مش مطروح بشكل كامل. يعني مش وانا يعني بتفق معاك في ده، لان من حقنا كافراد حتى اللي قادر مننا على الفهم الوعي يعني علشان يقدر يوعي غيره. فانا بتفق معاك في ده تماما. بسرعه يا استاذ شريف، لان الوقت خلص الحقيقه. بدايه الاسبوع شكل الاداء هيكون هنفضل في اتجاه عرضي. ممكن ننزل نجرب على الدعم النهارده. جلسه النهارده كانت للاسف سيئه شويه، حصل فيها هبوط تقريبا حوالي 180 نقطه. احنا لازلنا في اتجاه عرضي طالما ما كسرناش ال 15800 لحد ما، يعني هتبقى النظره ايجابيه لو ما كسرناش ال 15800، او لو يعني بدايه الايجابيه بالاستقرار فوق ال 16600 ونبتدي نشوف ارتفاع احجام التداول. حتى الان يعني حتى الان هو دوت ما يقلق. نعم، استاذ شريف حسين خبير اسواق المال، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في مؤشر النيل. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين، ونتمنى لهم ارباح وفيره ان شاء الله قريبا. ان شاء الله يا رب. مشاهدينا ان شاء الله مع بدايه الاسبوع وبدايه التداول الاحد القادم ان شاء الله بدايه جديده مع مؤشر النيل في تمام السادسه ونصف. شكرا لكم.